انتشرت العديد من الشائعات حول صحة عمل منصة بايننس لتداول العملات المشفرة بالأيام الأخيرة، الأمر يلي دفع تشانغ بينغ تشاو المدير التنفيذي لمنصة بايننس أنه يدعي المستثمرين لعدم الهلع وببساطة ينقلوا مصرياتهم لمكان أكثر أماناً من منصات التداول. وهيدي مش المرة الأولى يلي تشاو بيقول هيدا الشيء، لأنه معروف أنه منصات تداول الكريبتو منا أأمن مكان لحتى نخلي مصرياتنا فيه. طيب وشو بنعمل يعني بهيدي الحالة؟ أنا رح خبركم. مثل ما بتطلع شائعات على المصارف بتدفعنا أنه نحن نركض لحتى ناخد مصرياتنا من البنك ونخبيهم بمحل آمن، وأيام تفرض هيدي الشائعات على منصات التداول أنه هن يتخذوا إجراءات معينة مثل فرض قيود على السحوبة، ودايماً هيدا الأمر بيسبب هلع على المستثمرين وبيصيروا بيخافوا أنه ما يقدروا يوصلوا لمصرياتهم. ومثل ما أكتريتنا في عنده خزنة بالبيت بيخبي فيها مصرياته بشكل آمن، فينا نعمل نفس الشيء بعملات الكريبتو. يعني بدل ما نخلي مصرياتنا على منصات التداول مثل بايننس، في عنا الخيار أنه نحن ننقلها لمحافظ تخزين باردة مثل لجر، وهي شبيهة لأقراص اليو اس بي، تسمح لنا أنه نخزن مصرياتنا بشكل آمن بعيداً عن الإنترنت. أو فينا نحفظ مصرياتنا بمحافظ رقمية غير احتجازية مثل تراست وولت، وهيك منضمن أنه ممتلكاتنا من الكريبتو مش رح تتأثر بأي مشاكل بتتعرض إلها المنصة. وأنتو وين بتحفظوا مصرياتكم بالكريبتو؟ على المنصة أو المحافظ؟ شاركونا بالكومنتس وما تنسوا تعملوا فولو على Financial Freedom Today.